ماذا يجري في سوريا؟ من يتحمل مسؤولية هذا الذي جرى؟ هل يتحمله النظام في سوريا؟ يتحمله حلفاء سوريا؟ تعرفون تدركون أن هذا اليوم سيأتي وقد تأخرت الإجراءات كثيرا؟ الذي يجري في سوريا يعني هو انقلاب وغدر بالدولة السورية، يعني في حال كان هناك اتفاقيات بين روسيا وإيران وتركيا تسمى اتفاقيات خفض التصعيد أو اتفاقيات أستانا، يعني مسار أستانا، وكان الرئيس التركي قال بأنه يعني وصل إلى مرحلة مع أطراف أستانا إلى خفض التصعيد ووقف القتال بين الدولة وهذه الجماعات المسلحة. لكن الذي حدث يعني أن الرئيس التركي كان يتكلم عن مد يد الحوار إلى الرئيس بشار الأسد ويقول له أنه يجب أن نلتقي وننهي كل شيء ويعود السلام إلى سوريا. طلب الرئيس الأسد بأن يكون هناك انسحاب أو إقرار بالانسحاب، وقال نحن منفتحون على كل المبادرات الروسية بلقاء الرئيس أردوغان، وقال يعني حتى لو كان هناك عناق وتبويس صحف فأنا مستعد إذا كان هذا من أجل بلدي. تفاجأنا بأن تركيا كانت تعد هذه الفصائل وتدخل لها السلاح الحديث ومنها المسيرات بالتعاون مع أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وطبعا الولايات المتحدة، وتقوم بتدريبها وتزويدها وتدخل هذه الأسلحة من المعابر الإنسانية. ولا يمكن القول بأن هيئة تحرير الشام تعرفون بهذا أي بلد آخر. كنا ننبه، يعني أنا كإعلامي كنت أنبه وكنت أسمع، وأيضا الروس نبهوا، يعني لافرنتييف المبعوث الشخصي للرئيس بوتين تكلم عن هذا بعد جولة أستانا ووصف الوجود التركي بالاحتلال. وأيضا متى بدأ هذا التسليح أو التوسع في التسليح من قبل تركيا للمنظمات التي أنت تسميها بالمنظمات المتطرفة سيد غسان؟ لا، لست أنا الذي أسميها منظمات متطرفة. لأعيدك إلى تاريخ هذه المنظمة، أولا الجولاني كان مع الزرقاوي، ومن ثم قتل الزرقاوي وبقي كل من البغدادي والجولاني. قام البغدادي بإرسال الجولاني في عام 2011 إلى سوريا. أنا أعرف هذه الخلفية سيد دكتور غسان، لكن متى بدأ التسليح أو متى بدأت تركيا وسوريا تعرف أنه بدأ بضخ الأسلحة من جديد بعد الهدنة إلى هذه المنظمات الإرهابية؟ لذلك تماما رح أتجاوز موضوع الجولاني. ضخ الأسلحة لم يتوقف يوما، وحتى عندما كانوا يتحدثون عن المعابر الإنسانية كانوا يتحدثون عن هذه المعابر ليدخلوا السلاح من هذه المعابر. ولذلك يعني ضخ السلاح لم يتوقف يوما، والتدريب ازداد في السنة الأخيرة، وكان هناك تنبيه يعني من كثير من الأطراف بأن أوكرانيا دخلت على الخط ب يعني إعادات أمريكية وأن تركيا تتعاون معهم. وتفاجأنا بأن أردوغان حاول الكثير التقرب من الرئيس الأسد، وكان هذا تغطية على ما يفعل. ونحن في سوريا وربما ما لديكم في العراق يقولون إذا قال لك التركي أنه يريد السلام فاعرف أنه يريد الحرب. ولذلك يعني كان هناك خشية وكان هناك حذر، ولكن لم يكن يتوقع أن تكون هذه الهجمة بهذه القوة وأن تكون هذه الفصائل قد حصلت على كل هذا السلاح. ولاحظ أستاذ نجم أنه عندما قال نتنياهو للرئيس الأسد أنك تلعب بالنار، عندما أعلن وقف إطلاق النار في لبنان، في اليوم الثاني أوعد أردوغان لهذه المجموعات بالهجوم. الموضوع ليس موضوع قتال بين النظام ومعارضة ومجموعات مسلحة. الموضوع أستاذ نجم هناك في تركيا يسمون الميثاق الملي، وهذا الميثاق الملي يقول بأن إدلب شمال لاذقية، إدلب، حلب، الرقة، الحسكة، كل شمال العراق من كركوك إلى سليمانية هو ضمن الميثاق الملي. واحتلال حلب رفعوا العلم التركي، وفي اليوم الثاني كانت الصحافة التركية والأحزاب التركية تقول أرضنا وعادت إلينا. وكان أردوغان في اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية منذ أسبوع قال سأقيم لكم منطقة آمنة من البحر المتوسط إلى الحدود الإيرانية. كل ما يحصل أستاذ نجم هو احتلال تركي، هو أطماع عثمانية، هو استخدام الإرهاب، يعني هذه الفصائل الإرهابية، على العلم أن جبهة النصرة صنفها أردوغان نفسه في 2018
لأنها منظمة إرهابية. عندما يقول أريد أن أحارب الإرهاب في شمال شرق سوريا البي كي كي ويتكئ على جبهة النصرة في احتلال حلب وتل رفعت وغيرها من المناطق، أنا أشكرك. أنا أقول لك بأن هذا الشخص أصبح مكشوفاً.